تجديدات، فقد افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أعمال تطوير كلية الطب بجامعة عين شمس ومستشفى الدمرداش، ذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور محمود المتيني عميد الكلية، حيث تم افتتاح وحدة الكلى الصناعية وتطويرات وحدة القسطرة القلبية وغرفتي جراحة، إضافة إلى مدرج الدكتور البنهاوي وعدد من معامل الكمبيوتر، فيما أشاد الوزير بالدور الذي تلعبه طب عين شمس ومستشفياتها لخدمة المرضى، إضافة إلى تخريج أطباء على أعلى مستوى قائلا: إن طب عين شمس لها ترتيب عالمية وتعد من أفضل 400 كلية طب بالعالم.